أعزائي في الختام اسمعنا لهذا التعليم، طبعاً بحذر كل واحد فينا أنه نتحايد أو نتحاشى أنه نسلك بالرياء أو بالكذب أو عدم الصدق. فكلامنا لازم يكون نعم نعم، لا لا، كما قال يسوع المسيح، ما زاد على ذلك فهو من الشرير. كلمة خطيرة، لأن الشرير هي واحدة من أسماء الشيطان. بطالبنا نعيش في مصداقية، بمحاسبة، بوضوح، بشفافية، بأمانة، بصدق. هاي هي الرسالة. ما نستخدمش الدين أو الكلام للحكم على الآخرين، بل بالعكس إحنا كلياتنا ننظر لفوق، محتاجين رحمة وعناية الله لكل واحد في حياتنا. بصلي من كل قلبي من قرية المجدل إن هذا التعليم كان سبب بركة لحياتك.